ويلكم يوتيوب ورجعنا لكم بفيديو جديد. والفيديو هو هنعلق دلوقتي على اغنيه عيش بشوقك اللي فجاه تامر حسني فاجئنا بيها وطلعت الاول كمان على الترند، يعني مفاجاه رهيبه جدا. فيديو كليب 2018 تامر حسني عيش بشوقك، عيش بشوقك ميوزك فيديو. ما علينا، دلوقتي هنبدا نعلق. دلوقتي جبنا كلمات على جوجل، على اي موقع كده، المهم يعني اللي احنا هنقرا الكلمات ونشوف يعني ايه حلوة. هعمل ردة فعل. طبعا هنبدا دلوقتي الاغنيه. لو من تقل الهم عليك فاض بيك، يعني انا مثلا لو من تقل الهم، انا هم بقى جاي عليا وانا مخنوق بقى ومش قادر، فايه فاض بيا بقى خلاص، يعني اضرب بقى حد بقى اعمل اي حوار بقى خلاص، فاض بيا. لو ليك اي شكوى ايه ما تشتكيش واسمع نصايح. يلا نسمع. طب هنسمع دلوقتي النصايح بتاعت تامر حسني اللي هو بيوجهها لنا، بيقول لنا ايه، معرفش نصايح فيها بس هنشوفها. ولو الدنيا مغلباك ومشقياك، تمام ماشي، واخداك غسيل ومكوى، غسيل ومكوى، البس لها الوش الفريحي. نعلق بقى الكوبليه الجميل ده. ولو الدنيا مغلباك ومشقياك، هو يا اسطى يا اسطى الدنيا يا اسطى جايه عليا اقسم بالله، واخداك غسيل ومكوى، افتح بقك ومكوى واضحك، يعني البس لها الوش اللي هو الفرح الشمال اي حاجه. وان كنت مفلس خالص خالص وما حلتكش جنيه، والعجاز ما البات اللي انت لابسها الناس اني عادي. هو بص هنا بالكوبليه ده بيقول ان لو انت يعني مفلس خالص وما حلتكش جنيه، يعني شوف بيقول لي انت ما حلتكش حاجه خالص، قول عجاز ما البات اللي هي الجزمه بقى اللي هي النوع البات يعني الناس اني طبعا. يعني اللي هي ايه انها حاجه توب يعني، فاهم انت ازاي؟ بيقول لك ايه، مثل على الدنيا في عز الفقر ان انت سعاده البيه، يعني مثل على الدنيا اللي انت ايه انا يعني وانت يعني مش عارف في حد يمثل على الدنيا، في حد يمثل على الدنيا، في حد يمثل على الدنيا، يعني انا فقير اهو ما حلتيش جنيه زي ما هو قال لي اهو، انا مش معايا جنيه وفجأة ومثل على الدنيا ان انا غني، انا فقير يا دنيا، همثل عليك ان انا غني. نكمل ما تخليش حد يقول لك شايل طاجن ستك ليه، انا عمري ما شلت طاجن لست. واحنا السنة ما بنجيبش طاجن اصلا، انا على طول باكل كشري اصلا. وان كنت مفلس ده عدها تاني اللي هو ايه بقى يعني، كمل شوف. وان كنت لا دي حاجه غير ده، وان كنت برضه نفس النظام مثل على الدنيا فاز ده اللي هو عدها تاني. ما ده قال لك وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املاها على ذوقك، شوقك يعني دي. ماشي جميله دي جميل. وبشوقك عيش بشوقك عدها تاني وبشوقك عيش بشوقك عادي ماشي، وساعتها هيمشي سوقك، هيمشي سوقك. لما تطبل فوق راسك اديها كمان تسقيف، لما تطبل فوق راسك، طبل فوق راسك، لما تطبل فوق راسك اديها كمان تسقيف. سقف يا اسطى ايه مش فاهم حاجه. وانشف كده وصل بطولك ما تبينش ان انت ضعيف، يعني دي يعني حماس بقى اللي هو ايه، انشف كده اسد يلا في ايه، اسد يلا في ايه. ما تاكلش الجبنه البيضة. اولا انا باكل جبنه برميل مزبله، بجيبها دايما من واحد كده عندنا في المنطقه. ما تاكلش الجبنه البيضة لو كان نفسك في البلوبيف، واصرف كل اللي في جيبك، ده فقير، ده فوق كان فقير، يعني كان فقير هيصرف اللي في جيبه يا جدعان، عايز يشيل الزمن يا جدعان، يا جدعان ده كان فوق فقير. واصرف كل اللي في جيبك، دلع نفسك، عيش صريف. ايه ده شريف ايه ده، ما فيهوش حاجه في جيبه. احساسك قال لك حاجه، امشي وراه، امشي وراه، احساسك صادق. ماشي ها ماشي. ده السكر لون الملح، واحد حلو وواحد حادي. حلو ده بحكمه دي، انا نزلت تنزل بوست على الفيس والله. ماشي. راحت البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ، لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق. ده اللي هو بيقول لك ايه، اللي هو بيقول لك ايه، احمد ربنا لو انت عايش يعني في اي حته تعبانه، يعني احمد ربنا قول الحمد لله اللي انا كده، فاهم ازاي؟ اما تشوف باقي الكلمات. وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املاها على ذوقك، ما خلاص. وبشوقك عيش بشوقك، وبشوقك عيش بشوقك، خد يا ابني مني الكلمه دي، اصرف ما في الجيب، اصرف ما في الجيب، واشحت بكره عادي.
يقول لك خد يا ابني مين الكلمه دي، انا اندهشت قلت بقى ايه الكلمه. اهو قلنا كلمه اصرف ما في الجيب، راح قال لك اصرف ما في الجيب تاني، يعني اصرف في جيبك مرتين. لو جيت تحط كده مثلا اهو في الجيب، تحط في جيبك الجيب الاول صرفت في كل اللي فيه، في الجيب التاني قال لك بقى اصرف تاني، خلاص بقى صرفت كل حاجه، قال لك واشحت بكره عادي. بس يا اسطى ابني بالله عليك يا اسطى، اللي المفروض معايا ودي يا عم اسطى، معلش يا اسطى والله انا صرفت امبارح كل اللي في جيبي، صرفت امبارح كل اللي في جيبي والله، ومش حتى بكره والله زي ما امي انت ما حسن قالت لي سامع عيط معيط يا عمي. وبشوقك عيش بشوقك، وبشوقك عيش بشوقك، وبشوقك عيش بشوقك، ودماغك. كلمات مصطفى حسن غناها تم وحسن، يعني كم في المية كده ندي الاغنية دي او كلماتها؟ بص انا هقول لك صراحة، الكليب بمية، الكليب بمية في المية، الكليب بمية في المية خطير، الغناء اروع يعني مية في المية جدا صراحة. التوزيع والالحان مية في المية، الكلمات لا كم في المية مثلا؟ 40 40 الكذب ده 40 20 لا بجد 10 20 والله مش حلوه. هو الصراحه مش في حاجات في حلوه، في حاجات في مش في حاجات كده يعني. هو بس هو عامه خلاص يعني انزل اشحت بكره عادي، تتشحت ليه يعني؟ عامه ما تتشحت ليه اصلا، تصرف اللي معاك وتشحت ليه؟ ايه ده مش عارف شغل الواحد شغل بيحوش التعليق. للمستقبل التعليقات فعلا الاغنيه تحفه يا الهي. وطبعا احنا ما بنتراجعش على الاغنيه، الاغنيه حلوه جدا والكلمات احنا بس كنا بنعمل فعل على الكلمات، رياكت على الكلمات اللي هو ايه عادي بنمثل على الكلمات كده وبطريقه كوميديه، واهم حاجه نضحككم كل الناس اللي بتشوف. طبعا اللي جايه من عند قناه تامر حسني او جايه من الاغنيه وكده. فبس كده الفيديو خلص، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب للقناه، فعل الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده، وخش شوف الفلوجات قناه فلوج انفينتي اليوتيوب، مش هتلاقيه تحت في الديسكريبشن، وخش شوف اي فيديو عندنا ولو عجبك لايك عادي، كومنت قول رايك وبس، واستنونا كل يوم ان شاء الله فيديو على القناه. وبس كده كان معكم ايه بي فيديو.